اهلا بكم من جديد مشاهدينا. الفقره ديت هنتكلم فيها عن التحدي والحلم. تحدي والحلم نادي الاهلي بصدد انشاء استاد، بصدد انشاء حلم لكل الاهلاويه من 58 وفكره انشاء استاد القاهره. والنادي الاهلي حتى الان بيلعب، حتى بعد انشاء استاد القاهره بيلعب على ملعب منصفه. ولكن كل حلم اي اهلاوي زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، وانت بتسافر بره بتبقى محتاج ان انت تشوف ايه ده، امتى هيبقى عندي ملعب زي ملعب مانشستر يونايتد، امتى هيكون عندي ملعب زي ملعب ريال مدريد. والنادي الاهلي النهارده الصراحه فاجئنا بمشروع مهم جدا، وهو التحدي والحلم لملعب النادي الاهلي. في البدايه برحب بضيوفي الكبار، الدكتور طارق الجندي المكلف باداره مشروع النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم، منورنا في قناه. اهلا بيك. اهلا بيك، منورك. ايضا برحب بضيوفنا الاجانب، واسمحوا لي حضراتكم ان انا هبتدي اتكلم معاهم باللغه الانجليزيه واحاول اترجم لحضراتكم على شكل سريع. مستر اكسل، وي اونر تو هاف يو هير ان الاهلي شانل اند ويلكم تو ايجيبت. ثانك يو فيري ماتش. مسيو فابريس، كومون سافا اند ناو ام جونا سبيك ان انجلش، وي اونر تو هاف يو هير ان الاهلي شانل. جود ايفنينج. دكتور طارق، في البدايه حابب حضرتك تعرفنا بضيوفنا و كل واحد ما هو دوره في مشروع انشاء استاد النادي الاهلي. طبعا هم شركتين، شركه البش بيرن بارتنر دي الماني، شركه المانيه، وهي اكبر مكتب استشاري هندسي في التخطيط وفي الاركتكتشر. وبعد كده ده مكتب ارنست اند يانج. هو مكتب ارنست اند يانج ده اكبر شركه استشارات ماليه في العالم، او من اكبر اثنين او ثلاثه. احنا نقينا مكتب ارنست يانج فرع فرنسا، هو في فروع في كل حته في العالم، لان فرع فرنسا هو اكتر فرع متخصص في دراسات الاستادات. دي حاجه جميله جدا. في البدايه دكتور طارق، المشروع مهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي تحدث ان الموضوع بقى له سنه ونص في دراسه. حضرتك تحدثت في المؤتمر عن التواجد في مؤتمر شرم الشيخ للبحث عن المستثمرين، الخطوات. عايزين نعرف من حضرتك اكتر كيف جاءت فكره استاد النادي الاهلي وكيفيه البدء في خطوات التنفيذ. الحقيقه هو الفكره جت في 2012، بدايه الفكره خالص جت في 2012 لما اداره النادي الاهلي تعاقدت مع سي اي كابيتال كاستشاري مالي للنادي الاهلي. وبعد كده الموضوع يمكن هيدي شويه او مات، ما سمعناش حاجه عنه، وقف. جه طبعا المهندس محمود طاهر رجع احياء تاني وقت مؤتمر شرم الشيخ، وفعلا طلب مننا في وقت قياسي ان احنا لازم نعمل ماكيت ولازم نعمل تصميم مبدئي، احنا ما كانش تصميم ديتيلد، عشان نعرضه في مؤتمر شرم الشيخ. كانت فرصه مش ممكن نفوتها. وانا دايما بقول انا سعيد جدا ان يبقى الاستاد نتيجه من نتائج مؤتمر شرم الشيخ. عرضناه رؤساء كتير من دول العالم ورجال اعمال وناس من الخليج شافوا الاستاد وتصوروا جنبيه وكانوا فرحانين بيه جدا. ده ادانا دفعه، لقينا ان لا ده موضوع مهم بالنسبه للناس. بناء عليه الخطوه اللي جت بعد كده ان مجلس الاداره طلب ان احنا نعمل تصميم اكتر للاستاد. طبعا الاستاد مساحته كبيره وما بيبقاش استاد بس، ده بيبقى استاد بيبقى معاه حاجات ثانيه. طيب ايه ازاي نقدر نحدد حاجات تانية، نعمل مول، نعمل فندق، نعمل ايه بالظبط؟ ده ما بيجيش حسب الهوا، ده بيتعمل دراسه مستوفاه. فطبعا في الحاله دي توجهنا لاربع اكبر اربع شركات في العالم للدراسات الاقتصاديه، وعملنا مناقصه سريعه ونقينا احسنهم. وطبعا الحمد لله كان احسنهم من الناحيه الفنيه والماديه في نفس الوقت، اللي هو مكتب ارنست اند يانج باريس. وعملوا الدراسة، وطبعا بقى شد وجذب بين الألماني والفرنساوي، ده عايز يزود في حاجات اللي تنفعه في اقتصاديا، وده عايز يزود في الحاجات اللي عايزة اللي يبسطه من ناحية الرسومات. وطبعا كان دايما مجلس إدارة فوق الجميع. يعني طبعا أنا شرفت أن المجلس كلفني أن أنا أتابع هذا الموضوع، فإحنا متابعين الموضوع من أول لحظة لحد ما الحمد لله توصلنا في الآخر إلى اللي إحنا عرضناه النهاردة. حضرتك النهارده في شرحك للامور في خمس خطوات تم اخذ العديد من النقاط في هذه الامور وتم تنفيذها بالفعل، وتبقى بعض النقاط. ايه اهم النقاط اللي تم تنفيذها من الخطوات، وما هي النقاط المتبقيه؟ هي طبعا احسن حاجه ان احنا ماشيين باسلوب علمي، يعني ما بننطش خطوات وماشيين ستيب باي ستيب عشان نوصل لاحسن نتيجه احنا عايزينها. اول خطوه كان يبقى في رغبه من مجلس الاداره، والحمد لله الرغبه كانت موجوده. تاني حاجه كانت ان احنا نستشف
راي الناس وراي رجال الاعمال واللي يقدروا يساعدونا ان احنا نمول الاستاد. ودي اللي احنا الخطوه اللي عملناها في مؤتمر شرم الشيخ. بعد كده جت خطوه الدراسه الاقتصاديه اللي احنا فعلا عملناها. وبعديها جت اللي هي بقى الدراسه الاخرانيه اللي هي اللي حضرتك شفته النهارده اللي نتج عنها ان انا بقى عندي 3D كامل الاستاد كاني شايفه قصادي بالظبط. يا جماعه اللي انتم شايفينه ده هو الحلم وهو ايضا التحدي، ان انت تلاقي الصور اللي حضرتك شايفها موجوده في استادك، استاد النادي الاهلي، نادي القرن، استاد لا يكل. شايفين الصوره ديت بتفكرني بملعب إلينز أرينا في ملعب بايرن ميونخ في المانيا، ملعب من اجمل الملاعب في العالم، الملعب اللي بيتغير لونه في كل فتره وكلنا انبهرنا بيه مع فريق بايرن ميونخ وانبهرنا بيه وانت بتتفرج على دوري ابطال اوروبا. الحاجه اللي انت شايفها دي هو التحدي والحلم اللي ان شاء الله يحقق لجمهور النادي الاهلي. اتفضل فنكم. هو على فكره هيبقى احدث من استاد بايرن ميونخ. استاد بايرن ميونخ طبعا هو دلوقتي بقى قديم، هي نفس الشركه اللي مصممه على فكره استاد بايرن ميونخ، هي الشركه اللي بتصمم لها الاستاد دلوقتي. والماده اللي احنا مستخدمينها ماده مخصوصه جدا، تقدر تتحكم في كل حاجه، مش تخليها لون بس، تقدر ترسم بيها اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت تمنع درجه الحراره لكن تدخل الشمس. يعني الناس ما احنا عاملين حسابنا نلعب في الحر وفي الصبح والليل بدون اي تاثير. ارجع للسؤال حضرتك اللي قبل كده، احنا الحمد لله دلوقتي وصلنا ان بقى عندنا تصميم اقدر امشي في خطوات الرخصه، وعرفت ارتفاعاتي المطلوبه ايه، وعرفت المساحه البنائيه اللي انا عايزها ايه، وعرفت حجم الانفراستراكشر المطلوب، البنيه الاساسيه المطلوبه قد ايه. يتبقى ببساطه شديده جدا خطوتين ونبدا نبني. الخطوه الاولانيه ان احنا نستكمل التصميمات، وانا بعني باستكمال يعني التصميمات الانشائيه، تصميمات الكهرباء، الانفراستراكشر بتاعت الاي تي، وبعد كده الرخص. وانس ان الرخص طلعت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قادرين ان الاستاد ده يتبني في وقت طبيعي جدا، سنتين لثلاث سنين. لكن طبعا لو حد زي الهيئه الهندسيه او حد من القوات المسلحه بناه ده ممكن يخلصه في اقل من سنه يعني. في وقت قياسي. انا هذهب لضيوفي الكرام. مسيو فابريس، انا في الاول هساله حضراتكم باللغه العربيه ثم هترجم السؤال من اجله، وبعدين هاخد من كلامه واترجم لحضراتكم. انا هسال طبعا مسيو فابريس الاول انطباعه عن مصر، وانا شايف ان هو حاطط لوجو النادي الاهلي على بدلته، دي حاجه بالنسبه لي بتبسطني جدا. مسيو فابريس، I'm very happy to host you here in my show. In the beginning I want to ask you about Egypt, your impression, and as I told you before we start to be live, I saw the Ahli logo in your suit and it's very pleasing for me and for every Ahli fans in Egypt to see this. Do you know about Ahli that much? We've discovered more and more about Al Ahli, and even I have the red tie and the blue and the darker suit. So yes, we are fully committed to the Al Ahli project, and it's an honor for us as a UI, as a company, to support this strategic project. So there is a lot of Ahli fans in France? Yes, more and more, and including in my team. We have several Arabic-speaking colleagues in my team based in Paris, and yes, they were all very excited about working on this exciting project, yes. أنا سألته زي ما حضراتكم عرفتوا على موضوع النادي الأهلي وإن هو حاطط اللوجو، وهو بيقول إن هو بالنسبة له لا، في العديد من الجمهور الجماهير النادي الأهلي في فرنسا، وده كان بيديهم دعم كبير جدا بالنسبة للتيم أو فريق العمل اللي هو بيعمل معاه، إن هما يتحمسوا للعمل مع النادي الأهلي في هذا المشروع الكبير. مسيو مستر أكسل، the same question I'm gonna ask you about it. How do you know, what do you know about Egypt? What's the most interesting thing to make you interested to work with the African club of the century, Nadi Al Ahli? Well, these are two questions. Of course, Egypt is maybe the start of history. So yesterday, for example, we visited the pyramids, and in such moment you really understand that everything, the whole history of, especially the history of architecture, starts here in this country. So it's a very special honor to work in Egypt. Our office, ASMP, is working in the region for 40 years, and we are in Egypt for 12 years now. So we get familiar every day, every more and more with the Egyptian culture.
And working in the MENA region means that you, from the beginning, if you work with sports associations and clubs, you hear the name Al Ahly, because of course this is not only the leading club here in Egypt, it's the leading club in the whole continent and in the whole region. And for us it's a real milestone. We have already worked a lot for Arabian or for international associations. We have worked a lot for German clubs like Bayern Munich. We helped them to build their stadium, and we just finished their new youth academy. But for us it's the first time to work for such an important club in an international project. Can so it's really great. Just a moment to yeah. translate. أنا سألته على مدى معرفته بمصر وارتباطه وإيه اللي خلاه متشجع في العمل، هو رد بالأمر اللي هو بيمثله، هو طبعا راجل مسؤول عن الإنشاءات، فهو قال لك الطبيعة المصرية والحضارة المصرية تبدأ من هنا، وبداية البناء وبداية الأهرامات تم بناءها من مصر، ده حاجة بالنسبة له حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة جدا. نفس الشيء هو بيتكلم على شركته، لديها العديد من التجارب مع الطبيعة المصرية، وان هو كفريق عمل وتم العمل مع العديد من الأندية الكبيرة، والنادي الأهلي مش الأكبر فقط في مصر، هو الأكبر في المنطقة، وهو نادي القرن زي ما قلت لحضراتكم، وأيضا كشركة تم التعامل مع العديد من الأندية الألمانية وعلى رأسها فريق بايرن ميونخ، الفريق الألماني العريق طبعا، واحد من أكبر الفرق مش بس في ألمانيا ولكن في أوروبا. دكتور طارق، هرجع لحضرتك في موضوع مهم. تحدثنا عن الفكرة، ثم تحدثنا عن المؤتمر، تحدثنا عن كيفية الحصول على التراخيص، ولكن كيف جاء التنسيق بين هؤلاء أو هاتين الشركتين، الشركة الفرنسية والشركة الألمانية، وأخذ الخطوات الجدية في بناء هذا التصميم؟ والله الحقيقه هو التنسيق حاليا مجلس الاداره مكلفني انا بيه، طبعا زي ما انا قلت في المؤتمر انا مش لوحدي، انا كل ما احتاج اي حد في اي مكان بلاقيه عايز يخدم الاهلي بدون اجر، بدون بصراحه طبعا على راس هذه المجموعه يعني طبعا يعني الاستاذ محمود عطله، المهندس عمرو سامي، جمال العلماء، المهندس محمد عبد الوهاب، كل حته بندور فيها على حد يساعدها بنلاقي طبعا الحمد لله. فاحنا فوق الناس دي طول الوقت، بنتابع معاهم اول باول تصميمات، بنتابع معاهم اول باول طلباتهم، لان هو بيسالني على التربه، بيسالني على المساحات البنائيه، ليه طبعا متطلبات هندسيه كتير. زي ما قلت لحضرتك برضو احنا خلاص وصلنا للمرحله اللي المفروض نبدا نخاطب فيها الجهات المختصه عشان نشوف اشتراطات البناء، يسمحوا لنا طبعا ببعض الحاجات زي ارتفاع الاستاد، لانه ما ينفعش الاستاد ده هيبقى ايقونه للقاهره كلها لمصر. يعني انا حتى النهارده كنا بنتكلم مع بعض، بيقول لك واحنا جايين في الطياره الراجل بيشاور يقول خلي بصوا على الشمال هتلاقوا الهرم، هيقولوا بعد كده بصوا على الشمال هتشوفوا استاد النادي الاهلي، لانه من فوق بالاجنحه النسر رمز النادي الاهلي هتبقى واضحه جدا من الطياره، زي الصور اللي معروضه دلوقتي للساده المشاهدين. مظبوط. احنا خدنا يعني في اعتبارنا جدا ان الاستاد مش بس يبقى مرئي من طريق اسكندريه، طبعا لان برضه نفس الحكايه هتبقى جاي من اسكندريه رايح القاهره، اول ما هتشوف الاستاد هتعرف انك وصلت، زي بالظبط في ميونخ بتشوف استاد اليانز ارينا على الطريق على الهاي واي بتعرف انك وصلت ميونخ. مش بس كده، احنا كمان اخذنا في اعتبارنا ان طبعا مصر دوله سياحيه، والحمد لله احنا بنتعافى يوم عن يوم، الحمد لله الحكومه ماشيه في خطط تنمويه رائعه، فاحنا متوقعين ان بعد ما الاستاد يكون اتبنى نكون وصلنا للي احنا عايزينه، السياحه رجعت، فكل السواح اللي هيبقوا جايين على مطار القاهره وطايرين فوق المنطقه دي هيشوفوا الاستاد ويعرفوا ان هم وصلوا. طيب مسيو فابريس، انا هسال مسيو فابريس على موضوع كيفيه الدراسه من الناحيه الاستثمارية والناحية المالية، وما هي أهم العوامل اللي هتشمل بناء هذا الملعب، وإيه الإضافات اللي هتكون موجودة فيه، وكيفية مضاهاته للاستادات العالمية. مسيو فابريس، I'm gonna ask you about the financial difficulties is gonna facing a mega project like this to be built, and what is the additions it's going to be having this structure to be as good as the best stadiums in the world. Yes, today all the best team in the world, they own their own stadium,
It's part of their ecosystem, of their business model. And Halali can really go to the same international level. Today, when we build the stadium, it's not only a stadium itself, it's stadium and all the surrounding services around it. And that makes the business case. So when you build a new stadium, yeah, it's part of a new district. It's more than just a stadium. It's an urban development. It's an economic development. And all that has been factored in the very robust business model. Of course, this business model is flexible. We can change it over time because things are changing, assumptions are changing. But yes, so we are really convinced that it's doable for Al-Ahly and based on the very large reputation of Al-Ahly. هو رد عليا ان الان كل الانديه في العالم بتملك ملاعبها الخاصه وبالنسبه للنادي الاهلي تبقى اضافه بالنسبه له كبيره جدا انه يملك ملعبه. بالنسبه له الاضافه انه غير فقط انه هيبقى استاد وملعب للنادي الاهلي هو مشروع حضاري لان هيبقى فيه العديد من المرفقات هتتم نقل النادي الاهلي ونقل المجتمع الى نقله حضاريه بتشمل العديد من الامور. ايضا الحاجه الجميله اللي موجوده في هذا الشكل وهذا التصميم او هذا المشروع انه قابل للتعديل، يعني في ليونه وسهوله في تعديل الامور، تعديل اي شيء لان الامور يوم بعد يوم بيكون فيها بعض المتغيرات، وان هم مقتنعين جدا انه هيبقى اضافه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. Mr. Axel, I'm going to ask you about the construction. In construction, a big stadium like this with a lot of additions. We saw in the press conference you're going to not just going to make a playing ground. It's going to be academies. It's going to be something for entertainment. Some places or hubs for press conferences. So it's not only a stadium. It's going to be possible and easy for this to be constructed in the schedule that you put it from the beginning? Yes, I think so, because you can build these three elements we have shown in the press conference, the academy, the museum, the stadium, which make the whole area not only usable during the match days, but also during the whole week, so you can go with your family there and experience the Al-Ahly lifestyle and the emotions and all that in the museum, in the Hall of Fame, in the fan shop and everywhere. And also, it's a nice park, so it's a nice place to be. But you can build these different elements more or less in parallel. But you, of course, are also able to maybe first build a stadium if you need that earlier and do that in phases. So you're very flexible depending on the amount of investment you want to do. سألته على إنشاء ملعب النادي الأهلي وبه العديد من الخدمات، هل هيكون من المقترح أو المتوقع أنه يتم تشييده في الوقت أو الجدول الزمني؟ فهو قال لي هيكون فيه يشمل أكاديميات للنادي الأهلي، هيكون فيه متحف للنادي الاهلي بيتم عرض فيه تاريخ النادي الاهلي وبطولاته وانجازاته، ايضا يكون في قاعات للعوائل وايضا للجماهير انها تقضي وقت جميل ووقت ممتع في استاد النادي الاهلي، هيكون في جراجات موجوده عشان سهوله الوصول الى الملعب وسهوله خروج من الملعب وان انت تاخد عربيتك وترجع في وقت متاح. ايضا كل هذه الامور هيتم العمل فيها في نفس الوقت، يعني هيكون انشاء الاكاديميات في نفس التوقيت في انشاء الملعب، يكون في نفس توقيت انشاء الجراجات، يعني كل هذه الامور في ليونه في التعديل، في ليونه في التصميم، والجدول الزمني هيكون على اتم استعداد، وخاصه مع نوع الاستثمار و يعني كيفية الاستثمار في هذا الشأن هو اللي هيكون على رأس هذا الموضوع هيتم تسليمه في الجدول المتاحة. عايز اسأل حضرتك دكتور طارق، ساعة ملعب النادي الأهلي هيكون ساعته قد إيه؟ كم ألف متفرج؟ لأن ده أمر أنت عارف النادي الأهلي نادي كبير وبيحتاج جماهيره إلى المساحة. وعايز اسأل حضرتك كمان غير المساحة، إيه أكبر الإضافات اللي ممكن ملعب النادي الأهلي يضيفها للنادي الاهلي؟
هو طبعا عدد المتفرجين هيبقى 55,000. احنا كان ممكن عادي جدا نقول 80 او 85، لكن الرقم ده مش احنا اللي بنحدده، الرقم ده اللي بيحدده هو دراسة إرنست يانج حسب متطلبات السوق وحسب تكلفة الاستاد. فاحنا الحمد لله توصلنا ان هو هيبقى 55,000 متفرج. الاستاد هيبقى فيه، يعني هيبقى استاد ليس له مثيل لا في افريقيا ولا في الشرق الاوسط من حاجات كتير. اول حاجة التصميم واخد برايورتي، اول حاجة عنده الامان، ان الامان للجماهير وهم داخلين الاستاد وهم بيتفرجوا على الماتش، وبعد ما يخلصوا الماتش ويخرجوا ويروحوا بالسلامه ان شاء الله. فالاستاد مبني على درجات مختلفه، يعني اللي معاه تذكره مثلا حمراء بيخش من باب واحد في ليفل واحد، ما بيقدرش يختلط مع الناس الثانيه. فانت بتقسم ال 55,000 دول الى 5,000 او 6,000، فبيبقى تحكمك فيهم احسن كتير وبتضمن سلامتهم احسن كتير. الحاجة التانية، الاستاد ده هيبقى فيه كوربريت بوكسز اللي هي صالونات الشركات دي، اللي احنا قلنا هيبقى ان شاء الله فيه من 90 ل 100 واحد، ودي اللي هتخلينا نعرف فعلا نجيب دخل. احنا مش عايزين نرفع تذاكر اسعار التذاكر، الاستاد ده ملك الجمهور والجمهور لازم يقدر يخش يتفرج على ماتشات النادي الاهلي يعني بنفس الاسعار. التذاكر الحاليه مش هتكون مبالغ فيها خالص، لا بالعكس هتفضل زي ما هي، نفس السعر اللي احنا متعودين عليه. النهارده الاستاذ محمود عطله قال كلمه جميله جدا، لازم اللي هيخش يقطع تذكره في اي بي او تذكره مقصوره، هيبقى محمل على تذكرته الغاليه دي 10 افراد من التذاكر الارخص. فطبعا عشان كده لازم الراجل بتاع الفي اي بي ده يتعمل له مدخل خاص، يتعمل له صالون محترم جدا، وجبه حلوه، يعني لازم يتعامل فعلا في اي بي عشان يشتري التذكره دي اللي اقدر بيها امول 10 مشجعين تانيين من النادي الاهلي. طب دكتور طارق، ما هي تكلفه هذا الاستاد؟ طبعا التكلفه تضاعفت بعد تعويم الجنيه، لان احنا في جزء كبير حاجات هتشتري من بره، يعني زي كل التكنولوجيا. طبعا احنا عاملين استاد يعني تكنولوجي بالدرجه الاولى، يعني استاد المستقبل مش استاد اليومين دول يعني. ففي حاجات هنشتريها من بره، في حاجات هنتعمل هنا في مصر، طبعا كل ما يمكن عمله في مصر وانشاؤه في مصر هيتم، لكن في حاجات هنضطر نجيبها من بره. فالتكلفه هتبقى حوالي من 4 ل 5 مليار جنيه. من 4 ل 5 مليار جنيه. طب هل هيبقى في حق انتفاع مع بعض الانديه، ولا هيكون ملك للنادي الاهلي منذ البدايه؟ لا، هو ملك للنادي الاهلي منذ البدايه، لان الارض ملك الاهلي، خطه التمويل ملك النادي الاهلي. وطبعا احنا في ارقام كتير ما نقدرش نتكلم فيها ولا اقدر اعلن عنها خالص دلوقتي، هي في ايد مجلس اداره النادي الاهلي، دي الخطه اللي احنا هنمول بيها. طبعا ده هيبقى بالتعاون بين إرنست يانج وسي اي كابيتال. نقدر، يعني لو ما كناش نقدر ما كناش جينا النهارده ولا اتكلمنا ولا اشتغلنا بقى لنا سنتين. طيب هل تم استقرار على اسم ليه هذا الملعب، ولا لسه حتى الان اسم الملعب ولا هو سكرت؟ انت بتسالني سؤال، انت بتحاول تطلع مني معلومات. لا لازم، احنا هنا قناه النادي الاهلي، والملايين والملايين من عشاق النادي الاهلي في كل حته في العالم مستنيين. طيب انا بص، انا طبعا هقول لك احنا لسه ما توصلناش لاسم، لكن انا عايز اقول لك معلومه مهمه. مفيش نادي اسم ملعب متسمى على النادي، يعني استاد بايرن ميونخ ما اسموش استاد بايرن ميونخ، اسمه استاد اليانز ارينا. نفس السبونسر طبعا، فهو احنا اكيد هيبقى فيه سبونسر، وده انا ما ببيعش الاسم للابد، انا ببيعه بالسنه، عاده العقد بيبقى 10 سنين. بيجيب دخل كويس جدا. يعني انت حضرتك كده خدتني لمثلا ملعب الارسنال اميريتس، طبعا ملعب مانشستر سيتي الاتحاد، طبعا نفس الطريقه، نفس الطريقه. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، زي ما هم قالوا ده جوهره الكره في افريقيا. النقطه المهمه ان مثلا في انجلترا انت عندك انديه كتير عندها استادات كتير، فانت يوم ما تحب تسمي بتدور عندك فوق 20 استاد في فرنسا، في انجلترا، في المانيا، لكن في المنطقه العربيه ولا واحد. يعني في منطقه افريقيا ولا واحد، انا بتكلم طبعا على مستوى محدد من الاستادات يعني. فالسوق الطلب ان شاء الله كبير، ومش شركات خليجيه فقط، لا شركات اوروبيه وعالميه، والمعروض هو حاجه واحده. مسيو فابريس، أنا هذهب الآن لمستر فابريس وهسأله على، كان تحدث على موضوع الاستادات الذكية، عايز أفهم منه يعني إيه استاد ذكي، وإيه مردود الاستاد الذكي على جمهور النادي الأهلي. مستر فابريس، you talked in the press conference about the smart stadiums, and for us in the Middle East regions,
We don't know what exactly is the meaning of small stadiums. And I want to know from you what's the benefit is going to be happening or achieved by Al Ahly loyal fans from having a small stadium. So a smart stadium is the new generation of stadiums. It's the same in all the stadium we have been working around the world, meaning that providing combining IT capacities and the facilities of the stadiums, it can really bring the experience of the fan or the supporters to a next level. Meaning that you can have instant replay on your mobile, you can order food or drink from your seat, you can book a table for the restaurant just after, you can localize your car park with a GPS. So there's a lot of new revenues but new activities to be done when you have digital stadiums. But you need a very strong infrastructure for that, because when you have 55,000 fans connecting on the Wi-Fi at the same time, just to post the new HD video that they made within the stadiums, it has to be very sustainable. أنا سألته على الاستاد الذكي وإيه المردود اللي هيعود على جماهير النادي الأهلي. قال لك أنت دلوقتي تقدر تعمل أي خدمة داخل الملعب وأنت قاعد على كرسيك. بيكون في نظام واي فاي بتقدر تتواصل بيه على الإنترنت، وعايز تطلب وجبة، عايز تعمل أي خدمة تتلقاها بتقدر ان انت تعملها وانت قاعد على كرسيك، ولكن بيحتاج هذا الامر الى خدمه انترنت عاليه الجوده، لان انت هيكون معاك 45 ل 55 الف متفرج، وبهذا الامر محتاج ان انت يكون عندك خدمه انترنت قويه جدا. ولكن هي نقله كبيره جدا، وكل الاستادات في العالم الان بيكون عندها هذا الامر، وبتوفر خدمه مميزه جدا للجمهور، لان انت دلوقتي بتعمل كل حاجه وانت قاعد على كرسيك، ودي هو الاجيال الجديده داخل الاستادات. دكتور طارق، عايز اسال حضرتك في حاله امتلاكنا للاستاد، وحضرتك خلاص اكدت ان النادي الاهلي هو هيكون صاحب هذا الامر، موضوع بقى التذاكر الموسميه والطريقه العالميه، الان خلاص كله بيحجز في كل حته في العالم، حتى اداره المباريات في النادي الاهلي بدات هذا الامر، والنادي الاهلي يسبق حتى المؤسسات الدوله المصريه في هذه الامور. هل هيبقى موضوع التذكره الموسميه ده من اهم عوائد النادي الاهلي؟ طبعا. وده مش هيبقى بس في التذاكر العاديه بتاعه، كمان هتتباع للشركات الكبرى، في حاجه اسمها في اي بي سيتس غير كمان التذاكر العاديه، كل حاجه ليها سعر. المهم ان احنا جماهير النادي الاهلي العريضه دايما محجوز مكانها ومحجوز اسعارها، مفيش حد هيتاثر ان احنا عاملين استاد عالمي، يعني احنا مش بندور على تمويل الاستاد ابدا من اسعار تذاكر الجماهير ان شاء الله باذن الله. انا هسال مستر اكسل، طبعا هو يعني المتخصص في الموضوع الانشائي، انشاء ملعب النادي الاهلي بصفات معينه، هل تم على اعلى المستويات من الناحيه التقنيه؟ لان هيبتدي نتكلم على الملاعب الكبيره وطريقته، هل هتبقى مناسبه لطبيعه المناخ المصري والمشاهد المصري، وايه مدى الابهار اللي هيكون موجود داخل ملعب او استاد النادي الاهلي؟ Mr. Axel, I want to ask you, architecting Ahly Stadium, it's going to be a difficult thing for sure, but what's the benefits going to happen for Al Ahly fans from the idea of the architect itself as making it, planning it? In addition to this, it's going to be the same like mega stadiums by Munich, Allianz Arena, Parc des Princes in France, also Wembley Stadium in England? Well, I would like to start with one important remark. First of all, congratulations for winning the derby match yesterday by 2-0 against Ismailia. But that was not played here in Cairo. That was, of course, a pity, because
a club like Al Ahly deserves a stadium where he can play his home matches at home, where the fan can go to one certain destination to see the home matches, and all those stadiums become normally kind of a fortress for the home teams against the guest teams. So that is maybe the most important advantage of building a new stadium. Of course, the next one is that we have with this modern stadiums a much more intense atmosphere. We have already heard about the smart technology we have today. So it's today not necessary to go to a stadium to see a match live, as it was when I was a child. But what only a stadium can provide you is the atmosphere, the emotion that is only possible in a stadium. And therefore, stadiums today are very compact, and that will also be the Al Ahly Stadium, a very compact, very dense atmosphere, at the same time a very safe and secure access to the stadium, and also leaving the stadium afterwards, and of course also during these emotional moments of the match you will be safe and secure in the stadium. So in this way, all these stadiums you mentioned are comparable, but we always add to the design of a stadium something that has to do with a club that plays in it. So our idea here was, of course your fans, they say Al Ahly Hadid, which means Al Ahly is strong, it's bold, and that is an image we wanted to transport, and we thought about something that is bold, is leading, is indestructible, and so we came to the idea of a diamond, of a jewel. So we said, well, we would like to have the stadium to create an image of a jewel, because that is then the jewel of football, which is Al Ahly Club. And that is a special emotional impression of the stadium to the outside, but we will also transport that to the inside with this roof that is also and sparkling. So that is a special idea of the stadium design. طيب انا كنت بساله على موضوع التصميم ومدى صعوبته وازاي هيكون عائد على جمهور النادي الاهلي. اول حاجه قالها حاجه جميله جدا، قال لك انا طبعا الالمان عندهم الموضوع دوت رقم واحد، موضوع الامان. النادي ملعب النادي الاهلي الجديد هيكون على اعلى مستوى في الامان بالنسبه لكل الجماهير ووفقا لاي حدث ممكن يحصل في هذا الامر. الامر الاخر وهو في التصميم، ويا ريت مخرجنا يعرض الصور، ان هتلاقي على ملعب النادي الاهلي في صوره لنسر النادي الاهلي، هو شعار النادي الاهلي اللي موجود، وده اللي هيزين ملعب النادي الاهلي. وبالنسبه طبعا لدخله بقى جمهور النادي الاهلي والجمهور اللي بيعمل لنا الدخلات الجميله ونسر نادي الوطنيه حل عالي بحريه، هتبقى موجوده داخله وهتبقى موجوده كشعار. ادي نسر النادي الاهلي موجود على التصميم الخارجي لملعب النادي الاهلي وسد النادي الاهلي، وده بيقول لك ده هيبقى بالنسبه للمنافسين حاجه مرعبه جدا. ايضا قال لك حاجه جميله جدا وهم اتعلموا العربي، يقول لك الاهلي حديد، فمش انا بس اللي بقولها، ده حتى الاجانب بيقولوا الاهلي حديد، وبيقول لك الاهلي حديد يعني الاهلي قوي. وده من الحاجات اللي احنا بنعول عليها في التصميم، ان التصميم هيكون معمول على شكل الجوهره. لو حضراتكم شفتوا ان الجوهره هي الصمام او الحاجه الرئيسيه في تصميم ملعب النادي الاهلي، وده اللي ركزوا عليه في التصميم بشكل كبير جدا، وده الامر اللي خلاهم يعملوا الملعب على شكل الجوهره عشان يكون جوهره لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي، انه يفخر بوجود جوهره، وهي فعلا هتبقى جوهره في الرياضه المصريه وليس فقط للنادي الاهلي، جوهره لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان في العالم بيحب ويعشق هذا الكيان العظيم، وحتى برهنها لي بالاهلي حديد وان الاهلي قوي. دكتور طارق، عايزين نعرف كيف تمت المفاوضات مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كيف جاءت وازاي تمت الاستجابه بهذا الامر؟ المفاوضات بينهم يعني وبين الموضوع كان بسيط جدا. احنا دايما بنشوف احسن ناس، يعني دي حاجه ما فيش فيها جدال، وبنفاضل بينهم من ناحيه الفنيه الاول وبعد كده من ناحيه الماليه، وده اللي حصل. وطبعا فاضلنا بين الجماعه الالمان كاحسن شركه في المانيا، وبين ارنست اند يانج كاستشاري مالي، والحمد لله وصلنا ان ده احسن عرض. كان المفاوضات يعني بروفيشنال جدا وسريعه جدا، والحمد لله ما فيش وقت كتير ضاع.
بصراحة يعني كان في يعني استجابة شديدة وسريعة من مجلس الإدارة، مش المهندس محمود طاهر بس، المجلس كله. يعني كابتن كامل زاهر جه زار الشركة الألماني وحضر الماكيت وهو بيتعمل، وبعد كده راح زار بعض الاستادات عشان يتفرج عليها. المهندس محمود طاهر طبعا عمل نفس الشيء وراح زارهم في باريس وفي ليون عشان يتابع الدراسات. في بعض الاحيان كانوا هم بيطلبوا ان احنا نروح لهم هناك معداتهم وعندهم رسوماتهم. فكان لا، المجلس كان بصراحه يعني حاطط الموضوع عنده اولويه. فانا شخصيا كواحد متطوع او كواحد بشتغل للنادي، انا استريحت جدا في شغلي الحقيقه. مستر اكسل، ان ذا بيجينينج ان ذا اند اوف اور شو، we were honored to have you here. And الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي حديد. Thank you to have you here. And thank you. You support Bayern Munich, but here in Egypt, الاهلي. A little bit I support Bayern Munich because they are one of our clients. I think as every Al Ahly fan supports his home club, I support very much also Eintracht Frankfurt. They are not on the same level like Bayern Munich or Al Ahly, but it's, as I said, it's my home club. But here in Egypt or in the whole region, I support, of course, Al Ahly. Monsieur Fabrice, merci beaucoup. We are honored to have you here in Egypt in Al Ahly channel. And Al Ahly Hadid? Al Ahly Hadid. Al Ahly Hadid. You support in France Olympique Lyon? Yes. And in here you support Al Ahly? Of course. So my hometown in Lyon, but here in Egypt, Al Ahly Hadid. Al Ahly Hadid. أنا كنت بشكرهم، وهو هنا هم بيشجعوا نادي الأهلي طبعا، مستر أكسل من ألمانيا بايرن ميونخ، ومسيو فابريس بيشجع أولمبيك ليون في فرنسا. خد 7 دوريات ورا بعض أولمبيك ليون، ولكن دلوقتي الصدارة راحت لباريس سان جيرمان وفريق موناكو. دكتور طارق، أنا سعدت بحضرتك جدا 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 النهارده، وخدتوني لحاجات أحلامي وأحلام كل مشجع أهلاوي، والتحدي والحلم. قبل ما اختم مع حضرتك، عايز كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي عن هذا الحلم الكبير. ما فيش كلمة أحسن من الأهلي فوق الجميع. الأهلي فعلا فوق الجميع، وإحنا قربنا جدا من الحلم، قربنا جدا نشوف استاد النادي الأهلي. امبارح كنا بنتفرج على ماتش الأهلي والإسماعيلي وكانوا مستمتعين جدا، ولما عرفوا إن إحنا بنلعب في اسكندرية، أنا نفسي يعني أنا ما انبسطتش، ما حدش انبسط. إن شاء الله إن شاء الله قريب جدا نشوف استاد النادي الاهلي، ويبقى دايما الاهلي سباق باذن الله. باذن الله الاهلي فوق الجميع. ده كانت كلامنا عن التحدي والحلم، ملعب النادي الاهلي ان شاء الله يتحقق، ويبقى في الوقت القريب نبتدي نشوف ملعب النادي الاهلي جوهره كبيره جدا تزين سماء الرياضه المصريه. ولكل اهلاوي وكل عاشق للنادي الاهلي، الان سيصبح لديك ملعب احسن من الاستادات العالميه. كنت معكم، تحياتي وحتى القاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.